يعني لا يفتى ومالك في المدينة، لأن حضرتك معانا النهاردة. كيف تقدر وضع حقوق الإنسان في مصر، وأيضا كيف تقدر تعامل الدولة معه؟ هل نحن جادون في التعامل مع هذا الملف بشكل مختلف، أم أننا نغيب الحقائق أحيانا ونبحث عن تبريرات لا تفيد؟ خلينا نبدأ بالجانب الإيجابي، أنه مصر لما عملت دستور 2014 في الحقيقة وضعت كل معايير ومبادئ حقوق الإنسان التي تضمنتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي تضمنتها أحدث حتى المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأيضا هناك مؤسسات أنشئت لتحسين سجل حقوق الإنسان، عندنا المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعندنا القطاعات في وزارات مختلفة لحقوق الإنسان. لكن فعالية هذه المؤسسات وترجمة الدستور لتشريعات لا زالت معطلة. يعني الدستور عندنا في الحقيقة في قضية التعذيب، في قضية حرية الرأي والتعبير، في قضية حرية الاعتقاد، النصوص في الحقيقة تتطابق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. إنما الدستور ليه ما نتكلمش كمان، عشان دي مسألة بقت مهمة، فكرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أيضا. والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يعني أنا بتكلم على أصل حقوق الإنسان بصفة عامة، يعني الدستور اتكلم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وهي لا بصراحة يعني لا يجوز الفصل بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية. بالظبط. الاثنين مكون واحد، إحنا عندنا عهدين دوليين، عهد الدولة الحقوق المدنية والسياسية وعهد الدولة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والاثنين بيتساووا والاثنين بيقروا مجموعة من الحقوق الأساسية. لذلك الدستور فعلا في الجانب ده أعطى الحقوق المدنية والسياسية نفس الوزن الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بل على العكس أزاد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل كمان، يعني أنه وصل إلى مرحلة أن يضع نسب محددة للإنفاق على التعليم، للإنفاق على الصحة، إقرار حقوق إضافية زي حقوق الفلاحين في المعاش وهكذا، والتأمين الصحي وهكذا. فدي نقط في الحقيقة مهمة جدا أنها تترجم لتشريعات وقوانين. هذا يعني أن دي مسؤولية البرلمان. طبعا البرلمان فاعل رئيسي لتعزيز وتحسين سجل حقوق الإنسان، سواء فيما يخص إصدار التشريعات التي تترجم الدستور والمواثيق الدولية التي توقع عليها مصر إلى تشريعات أو قوانين، أو أنه يراقب الحكومة. يعني أنا عايز أقول لك أن جزء مهم جدا لضمان الالتزام بحقوق الإنسان هو محاسبة البرلمان للجهاز التنفيذي للدولة على التزام بمعايير حقوق الإنسان، سواء الحقوق المدنية والسياسية، القبض أو الاحتجاز أو التعذيب أو حرية الرأي والتعبير أو حرية الاعتقاد أو كذا، أو الفشل في تقديم حزمة الخدمات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أو حتى تعزيز ما يقدم من خدمات وحقوق. إنما في الحقيقة يعني البرلمان طبعا يعني قدم بعض التشريعات والقوانين، لكن في حتى الآن لسه يعني في يعني نقدر نقول برضو بشكل إيجابي، يعني موضوع قانون الإجراءات الجنائية، قانون الإجراءات الجنائية في الحقيقة مقترح يعني رؤية شاملة لتطوير قانون الإجراءات الجنائية. جهزوا لي يا جماعة شاشة التصريحات اللي قالها لنا المستشار عمر يعني مروان في التجديد. لازم يترجم النصوص القطعية الواردة في الدستور الخاصة بالحقوق الخاصة بالمحاكمة العادلة والمنصفة، معاملة المتهم، معاملة المحبوس احتياطيا، يعني كل هذه الأدلة الشرعية، الدليل الشرعي والدليل غير الشرعي. لا، ده المستشار عمر مروان يعني بيقول ان احنا تقدمنا كثيرا، ان هيبقى في قانون الاجراءات الجنائية تعويض مادي ومعنوي على لاي حد هيتحبس احتياطيا ظلما، ويتم نشر براءته في صحيفتين. انا عايز اقول لحضرتك ده نص دستوري. اصلا الدستور المصري هو الذي اقر الحق في التعويض عن الاخطاء القضائية، اللي هي سواء الحبس الاحتياطي او كذا، وده في الحقيقة كان توصية من توصيات المجلس القومي للحقوق الإنسان في 2007. كويس. يعني كنا احنا اتكلمنا في ده. فبالتالي اقصد اقول انه عندي اساس قوي جدا لتقدم مصر في مجال حقوق الانسان. انما حتى الان لا زالت الاحداث او بعض الحالات التي تعتبر انتهاك جسيم لحقوق الانسان هي الطافيه على السطح، وهي اللي موجوده في سجلاتنا في المواثيق في الاليات الدوليه وفي المجتمع الدولي. طب عايز اسال حضرتك سؤال صريح يتعلق بقانون التظاهر. حضراتكم في المجلس القومي لحقوق الانسان كان ليكم ملاحظات واضحه على هذا القانون. البعض بيرى ان عدم مناقشه البرلمان لهذه الملاحظات وتعديل قانون التظاهر حتى الان هو تخلي واضح جدا عن الاهتمام بفكره الحقوق المدنيه والسياسيه فيما يتعلق بحقوق الانسان. لا، هي دي نقطه جوهريه، لسبب لانه في الحقيقه من الحاجات الخاصه، عشان كده قانون التظاهر نقدر نختبره في التطبيق. بمعنى ايه؟ انا لما الاقي ناس ما مارسوش العنف، ما قطعوش طرق، وواخد احكام من 3 سنين ل5 سنين، لسه حكم امبارح صادر 3 سنين على ناشط سياسي في حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
بثلاث سنين سجن وهو امين تنظيم الحزب في محافظه الشرقيه. طيب انا اقول للشباب ايه؟ انا بقول لهم عمل ايه بقى؟ ابدا دعا للتظاهر. يعني في احداث تيران وصنافير كان مشاركا في مظاهره، انا مش عارف يعني دي الوقائع الحقيقيه بصرف النظر عن ان هو قال ايه في تحياته وكذا، انما في الحقيقه ده هو اللي شاركوا في مظاهرات تيران وصنافير استخدموا العنف؟ لا مستحيل يكون استخدموا العنف. حضرتك بتتكلمي على احنا شايفين يعني المظاهرات كانت في التحرير، كانت في اللي عند نقابه الصحفيين وثم. طيب لما يبقى عندي حالات شبيهه بكده كثيره، ويمكن حتى لما الرئيس اعلن مبادرته للافراج عن المحبوسين احنا كمجلس قومي قدمنا 600 اسم، 600 اسم لناس شباب مقبوض عليهم في قضايا تظاهر، اللي خد من انا عذر الحر العقوبات كانت من سنه لخمس سنين. طيب انا لما يبقى عندي الدستور المصري بيقول لي انه التظاهر حق، وده برضو نص جديد يعني ان التظاهر حق وانه بالاختار وينظمه القانون. ها وينظم ايوه لا بس هو خلاص اقر في نهايه النص وينظم القانون. لا كل القوانين بينظمها، القانون بيطلع ويبقى فيه اليه للتنظيم. صحيح يجب ان يحترمها. طيب ما ده اللي انا بقوله ايه، انا بتكلم على بفرق بين حاجتين، انا بتكلم على مخالفه لعدم اتباع الاجراءات التي نص عليها القانون، دي عقوبتها تبقى ايه؟ يعني انا ما قدمتش طلب فرضا يعني، انما في الاخر انا عملت ايه؟ انا عملت تظاهر مارست حقي، انما عندي مخالفه اخد فيها غرامه اخد كده. لا الكلام ده نظام القانون برضه. لا قانون نظام. لا القانون ما يبرمش لا ولا التجريم والعقاب ليه اصول يا سيدي. طب خليني اكمل لا التجريم والعقاب له اصول، وبالتالي القاعده الفقهيه الاساسيه في التجريم والعقاب هو التناسب بين الجريمه والعقوبه. انا ما اقدرش ادي واحد ثلاث سنين او خمس سنين او سنه واقول اصل القانون بيقول كده. ليه بقى؟ لانه الحقوقيين اكتشفوا، لانه برضو كل الدول بتقول لك انا عامل ده بقانون، اكتشفوا ايه؟ ان هناك انتهاكات حقوق الانسان بالمخالفه للقانون، وان هناك انتهاكات حقوق الانسان بالمخالفه بالقانون، مش بالمخالفه لا بالقانون. يعني لما يدي هي العقوبة دي يا فندم عشان بس نوضح للجمهور. هي دي العقوبة المقررة في قانون التظاهر، فكرة من 3 ل 5؟ لا من 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 غرامة. إذا لم يخطر؟ لا من غرامة لغاية خمس سنين. طب احنا خدنا التشدد في العقوبة، خدنا التشدد. فبالتالي فأنا لما أنا ليه بقى؟ لما اخلي العقوبه التشدد في العقوبه، التشدد في العقوبه ده على حسب حجم المخالفه. يعني من لا يخطر، قد يغرم. وانما لو واحد نزل تظاهر بدون اختار وعاق طريق ويستخدم العنف ياخد العقوبه. طب هو الدكتور حافظ بيقول حضرتك، وده راجل هو اللي متابع حقوق الانسان مش احنا، بيقول ان دول الشباب دول ازاي؟ امال احنا متابعين ايه؟ لا يا فندم اقصد ملف حقوق الانسان وفقا للقضايا. احنا متابعين القوانين بقى. لا يا فندم انا بتكلم في نقطه ثانيه، هو بيتكلم عن عدد من الشباب خد احكام يا فندم نتيجه عدم الاختار دون ممارسه العنف، عشان كده انا سالت بشكل واضح. أيوة. دول مارسوا عنف ولا لا؟ مفيش عنف. لا احنا بقول لك انا بتكلم على الحاجه محدده، احنا قدمنا 600 اسم، منهم عدد طلع حوالي 200 وشويه بقى كلهم بهذا الشكل، طلعوا بعفو. طلعوا بعفو رئاسي. طبعا انا بتكلم على الثلاث حالات اللي احنا قدمنا، ثلاث كشوف. والحمد لله يعني افرج عن عدد منهم. وعلى فكره دي مش منظمه حقوقيه خاصه. لا المجلس القومي للحقوق الانسان قدم هذا المجلس. لا دي مبادره كانت ممتازه وايجابيه يعني من لها صفه القوميه، يعني فهي تنحاز لطرف بعيد. الفكره فين بقى؟ انا هرجع لك بس لملاحظتك على ملاحظاتنا على القانون. ايه بقى المشكله؟ انه صياغات القانون فضفاضه تجعل التشدد في الاحكام مرتبط بصياغه النصوص. انا عندي يعني في قاعده عامه كده، لو انا عملت مظاهره بدون اختار النص العقوبه فيها 10,000 جنيه، انما انا بوجه الاتهامات الموجهه هي قالب من الاتهامات. اول ما اقول لك تظاهر، وبعدين قطع طريق، وبعدين اعتدى على القوات، وبعدين كذا لكل الناس، بما فيها مثلا تظاهر مظاهره تيران وصنافير لم تكن فيها اي شكل من اشكال العنف، احنا كلنا كنا حاضرين وشايفين يعني بصراحه يعني كل اللي عملوه في الحقيقه يعني ان هم خرجوا من نقابه الصحفيين وحاولوا يدخلوا على وسط البلد او التحرير، ده بالحقيقه يعني الامانه يعني ما حدث قال بنظام حكم،
وانتماء لتنظيمات ثم كذا، فيبقى انا طب الشعارات يا استاذ حافظ ادي بالشعارات اللي حملوها. انا مش هحاسب الناس على شعارات ما يقولوا يقولوه. لو غصنا في التفاصيل هنخرج عن سياق الموضوع الرئيسي. لا وبعدين استغرقنا التفاصيل في دهاليز كتيره جدا في النماذج الديمقراطيه. الناس بتقول كلام كتير في النماذج الديمقراطيه، الناس بتقول كلام كتير. ده توني بلير اتضرب بالبيض وبالطماطم جوه البرلمان. طيب يعني انا مش بتكلم على انا بتكلم ده لا يمكن ان اعاقب ناس بالحبس والسجن عشان ادي فرصه للنواب يعلى. دكتور عمرو حضرتك متابع